شو بك انا؟ ليش هيك عم تطلعي فيه؟ البلد مطبولة فيك يا جميل. في انا؟ ليش شو عامل؟ انا ربحان الجائزة الكبرى. انا؟ رجعنا؟ ايش الفايدة؟ رجعنا ولا رحنا؟ البلد كلها درياني فيك. منى اتصلت بمها وخبرتها، وهلا مها مثل ما شفت خبرتني وعتبانة علي. ليش ما قلت لها؟ ما في غيرها الام قوي، هي مصدر الاشاعة. منو هاي؟ ام محمود. اكيد هي. اوعك تفوتيها، قومي افتحي الباب وقلعيها، يلا. مساء الخير جارتنا. يا اهلا وسهلا. يا اهلا تفضلي. زيد فضلك. يا اهلا وسهلا، شرفتينا. يا اهلا وسهلا، تفضلي. كيفك جارنا ابو طارق؟ الحمد لله الحمد لله. طمني، ان شاء الله سهام بتنجح. يعني اذا ركزت شوي بيمشي الحال، بيمشي الحال ان شاء الله. ايه الله يعطيك العافيه ويطمنك ويريح بالك ويفتح عليك كمان وكمان ويرزقك الرزقه بقفل رزقه. شكرا. جارنا اكيد احنا عم نتساءل عليك بدروس البنت، بس يعني انت بتعرف انه الحاله شوي. لا جارتنا شو هالحكي، لا عذاب ولا سئله، بالعكس جميل كثير مرتاح لانه بنتك عم تخليه يسترجع معلوماته السابقه وينشط ذاكرته، ما هيك جميل؟ ايه. الحقيقه انه طيبتكم وكلامكم بخليني اتشجع اني اطلب منكم طلب ثاني. ايه تفضلي تفضلي جارتنا. بتعرف يا ابو طارق انه اخوك ابو تحسين طلع هالسنة على التقاعد، واذا ضل بلا شغل بدي اخلاقه وبصير يتدخل بكل شاردة وواردة، وعلى قولت هاي ليش هون وهاي ليش مو هون، وليش هديك هنيك، وليش هالصحن منقور، وليش هالكاسة مفجوجة، ومين غطى التلفزيون، ومين كسر ايد البراد، ومين اللي اجى لعندك، وشو بده، وليش لا تجي لتستعير من عنا، وعلى هالمنوال من الصبح للمساء. ايه بدك تطولي بالك جارتنا، بكره بتتعودي عليه. إذا كان على طولة البال فأنا مطولة بالي، شو بدي ساوي غصب عني، بس المشكلة مو هون وبس. خير أم تحسين؟ احكي حبيبتي لا تستحي، نحن الجيران. والله ماني عارفانة شو بدي احكي، خجلانة منكم كتير، بس مضطرة ما إلي غيركم يساعدنا. أبو تحسين لهلأ ما طلع معاشه تقاعدي، ونحن عم نتدين مشان ناكل لبين ما يطلع معاشه. ايه تكرم عيونك يا أم تحسين، بسيطة. جميل عطيها ألف ورقة لأم تحسين، وبكره أبو تحسين لما بيطلع معاشه بيرجع لك ياهم. تكرم عيونك. تفضلي. يزيد فضلك بس. لكن شو الطلبة؟ بتعرفوا انتو حتى لو طلع معاش جوزي فأكيد ما رح يكفينا، نحن وقت اللي كان يقبض معاشه كامل يا دوب نقدر نطالع الراسين سوا، فشلون بعد ما يقطعوا تلته؟ مشان هيك ما في حل قدامنا غير انه أبو تحسين يشتغل. ايه ليش لا؟ جميل ما بتلاقي له لأبو تحسين شي شغلة عندك بالمديرية؟ لك شو بدي وصفه، هو متقاعد. ايه صحيح، ما بتزبط ما بتزبط. أبو تحسين طول عمره بيحلم يكون عنده دكان صغيرة يبيع فيها شوية خضروات على شوية أغراض بيت، يعني شو ما إجا منها فوق المعاش التقاعدي بيتحسن الحال. إيه فكرة كتير منيحة، خليه يفتح دكان وكلاتنا بنشتري من عنده، ما هيك جميل؟ إيه. بس يا ست هنا بسلامة فهمك، الدكانة بدها مصاري كتير، ونحنا مثل ما بتعرفي ما معنا لا حقها ولا حق بضاعتها. لكان شلون بده يفتحها؟ مشان هيك أنا جاي لعندك اترجاك مشان تساعده، الله بيرزقك بحسنتنا، ويا نيالك يا فاعل الخير. شو قلت جارنا؟ بشو؟ رح تساعد أبو تحسين؟ بشو؟ رح تفتح له دكانة صغيرة بالحارة؟ بشو؟ بالمصاري اللي ربحتها؟ بشو؟ باليا نصيب؟ أكيد أم محمود اللي خبرتك، مو هيك؟ وفرحت لكم كتير، قد ما تقولوا فرحت لكم أكتر، كأني أنا اللي ربحانة. الله يبارك فيكي، بس على شو؟ يو مين خبرك؟ والله ما بعرف شو بدي قلك، بجوز صح بجوز كذب. أنا سألت جميل قال ما ربح شيء. بجوز. ايه طبعا طبعا، طالما انت متاكده فاكيد انا رح رد اساله. تكرم عينك، اذا كان صحيح ربحان الجائزه الكبرى انا بنفسي رح اجيب لك منه 100,000 ليره ولو ما في عذاب بنوب. المبلغ يلي طالبتيه ما هو محرز بنوب وبنحكى فيه اصلا، خاصه انه دين. لا لا ما بطول هالاسبوع. طيب تكرم عينك انت وابنك، بعمل جهدي جيب لك المبلغ بكره على راسي. الله يبارك فيكي، عقبال عندك، مع السلامه. والله ما بعرف شو بدي اقول، صدق مين ولا مين. امي هون. ايه هون. امي امي انت دغري اتفتحوا حنفيه برميل المازوت والمازوت تسأل البيت تسأل. ويا لعيونك
يا عالم الله وكيلكم هلي ربحاشي اذا ربحاشي رح وزر عليكم معقولة يكون كلامنا مزبوط؟ لا مو معقولة أكيد أدفتهم أدف وليش مو معقولة؟ بجوز يكون كلامه صحيح إيه بس كنت دريت أنا بجوز هي دريت قبلي إيه بجوز لازم روح أتأكد بنفسي ولحق حالي قبل ما يسبقوني يو إيه ما عاد نخلص قصة الجائزة الكبرى كيف لو كنا ربحانين عن جان؟ كل العالم محمود هي مرت الواوية بدي إلعن أبو فصيلتها كله أنا بفرجيها لا حبيبي لا تفرجيها ولا تفرجيك المرة لتاتي ومنك قدى مالي قدى لك شجحتنا والله لك سرجديها جميل أنا بدي أسألك سؤال لآخر مرة بس ياريت تجاوبني بصراحة ليش في بالعادة يكذب عليك أنا لك أنه هلا نحن ربحانين الجائزة ولا لا يصلحك يا انا على العمل اللي عملتيه فيني ضحكتي علينا كل يا ابنه مبينه قدفك انا الحق علي لازم ما كنت تصدق منيح اللي تاكدت بنفسي لانه ما كنت قدرت نام طول الليل ومنو هاد كمان؟ مين بدها تكون؟ هي هي منو هي؟ مالك سمعاني صوتها مرت الواوية مالك سمعتيها لا قوم افتح لي الباب ما حلوة عادي لا تفتحي لها لهون فوتي مالها ايه بس حبيبي بدها تضل ترن ترن لبكرة فوتي لهون مالها بكسر اجرك اسمعي لقل لي هيك شو بدك تعمل؟ وين فك البراغي؟ ليش حبيبي؟ بدي افصل الجرس ما رح تستفيد شي اذا لغيته ها شفت جرسة معها إذا بتكسر الباب ما رح افتح لها بركب غيره لا حبيبي ما حلوة خلينا نفتح لي الباب بعدين بتشوف شو قدام الجيران ما رح افتح له أعلى ما بجحاشة تركبه أحمد ما عندنا تطبخه الباب ما رح افتحه لك وين راحوا ولا كانوا بالبيت ما حلوا يلبسوا يروحوا ها شفت هي بلش الخبط والجرس سوا شو ما بدها تعمل ما رح افتح له لا جميل هلا بفيقوا الأولاد يفيقوا لا مو على كيفك لك كان على كيفي ما رح افتح له جميل حبيبي انت خلينا نشوف شو بدها كلمتين ورد خطاهم ما رح اعزم على فنجان قهوه هلا مثل ما علينا الجيران شو ما بدها تعمل ما رح افتح له ما رح افتح له يعني ما رح افتح له قولي مكسوره اجري انا ومالي حاسه مالي خبر كل الحق على هنا هي السبب هي اللي لازم تعالجني انا افتحي انا ام محمود عم بتوجع انا مكسوره اجري انا لا بدي افتح لها تعي لهون ما بتفتحي لها يعني ما بتفتحي لها جميل ما لك سامع صوتك عم تتوجع حرام لك هي كذابه بعدين حتى لو عم تتوجع عن جد اتركيها تتوجع لتموت ان شاء الله لا بدي افتح لها وشوف شو القصه محمود خير خير ان شاء الله وين الناس اللي عم تقولي عليه؟ ما عم تنزل بس اجري مكسوره انا رح اموت يا ريت لا شو يا ريت سلامتك لا تردي علي ان شاء الله سلامتك يا ام محمود طولي بالك طولي بالك سمعاني مرت الواوية كلها بيواووه تعب تعبي جميل خليني افوت اعطيها حبه مسكن انا بدحني شو دخل انا الوجع واصل لقلبي عم يطرق ايه لا سلامتك سلامتك ساعديني شوي ام محمود ساعديني اغسل عيني انت تقلاني شوي ما قلت لك لا تفتحي لها تفضل خذوني على المستشفى ولا شو المستشفى خليهم يصوروا لي كاحلي معلوم لازم تروحي مباشره على المستشفى يصوروا لك كاحلك لانه اذا اهملتيه بيعطب الثانيه بسرعه انا محلك ما بتاخر ولا دقيقه يلا روح الله يوفقك ولا يكسر لك لا اجر ولا ركبه انا كنت متوقع انك ما راح تتخلى عني ومثل ما كنت السبب بكسره لا اجري راح تجبر لي اياها وتدفع لي عطل وضرر كمان نعم شو تفضلتي بدك تتبليني انا اللي كسرت لك رجلك بدك تتبليني محمود
مو مرتك اللي أدفتنا على البناية الثانية قمت سلطت بالريجار. يا ريت انكسرت رقبتي، كنت دفعت لك التعويض وانا مبسوط. يلا يصلحك يا ام محمود، انت اللي كذبتي الكذبه وانت اللي بدك تصدقيها. هلا انا مو وقت عتابات، خذوني على المستشفى. شو رايك جميل؟ رجله ما فيها شيء، تنقع بشويه مي وملح وتمعكها منيح اللي معك ورقبتها. انت شو همك؟ الاجر مو اجرك والكحل مو كحلك، واذا انعطبت اجري شو همك انت؟ بدي صورها لاجري انا واطمن عليها. اوه سيارتك جاهزه؟ شو دخل سيارتي بصورة رجليك؟ لك أم بشو بدك تاخدني؟ بدك تاخدني مشي؟ نحن ما دخلنا وما لنا علاقة منوب، طمعك هو اللي وصلك لهون. تفضلي لبرا مع السلامة بمطرود. جميل حبيبي، قد ما صار بطل جارتنا خدها بالسيارة على المشفى لتصور رجلها بنوبك سواهم. لك انتي، لك انتي شريك صحيح، انا بحب فعل الخير ومساعدة الناس، بس يا مجنوني اذا اخذناها على المستشفى وطلعت رجلة مكسورة فعلا وثبتت التهمة علينا بصير بتطالبنا بتعويض وحطلو ضرار، فهمتي؟ لا اطمن، انتو غاليين علي كتير، باخذ العطل والضرار بدون محاكم. لك سمعاني؟ شوفي ام محمود، اذا بدك مساعده لوجه الله تعالى وكرمال الخبز والملح اللي بيناتنا منساعدك، اما اذا بدك تصري انه احنا السبب عطب رجلك دوري على غيرنا ياخذك على المشفى. امري لله، لمسامح كريم خذوني على المستشفى. عطلوا ضرر ما في، بيعوض الله. واخر واخر صباح النور يا نور عيني، يا حبيب قلبي، يا جارح فؤادي. صباح الخير. صباح النور يا نور عيني، يا حبيب قلبي، يا جارح فؤادي. شو الاستاذ وسيم اعطاكي مشهد جديد؟ لا لسه ما اجا. لك منين جايبه هالحكي؟ من عندي استاذ، انا ارتجلته. اوعك، ها انا بده يشتغل معي ما بيطلع عن النص، فهمتي؟ يلا روحي جيبي لي قهوه. هو استاذ درويش. يا وحش درويش، صباحي انسي امل امري. صباح النور يا نور عيني، يا حبيب قلبي، يا جارح فؤادي. عم تحكيني لي؟ صباح الورد والزنبق والنرجس والرياحين. ما في حدا بالمكتب غيري، معناتها الحكي كله لي. صباح الفل وشقائق النعمان والنفنوفة. لكن صباح القرنفل وكم السمكة، يا سمكة انت ببحر قلبي، دخيلك اصبحي ببحر قلبي، بس لا تذكريني كوكولا، انت كوكولا. انت شلون بتحكي معي هيك حكي؟ اه انت نسيت انت مين وانا مين؟ لا ما نسيت، بس شفتك عم تغازليني قلت للمغازلة بأحسن منها. روح جيب فنجان قهوة للأستاذ قضوي. يا حضوي صباح القويش. صباح النور يا نور عيني، يا حبيب قلبي، يا جارح فؤادي، يا جارح قلبي الجرح يلمني، يا جارح قلبي. يسلم لي هالوجه. إيمان يعني ما قلتي لي حلوة تسريحة شعري الجديدة؟ ايه بتجنن، ايه بتاخد العقل، بتطوش تطويش. مزغرتك لورا 10 سنين والله العظيم. ليش انا كبيرة؟ ايه لا بس التسريحة مزغرتك اكتر. هلا قولي لي شو قال لك جوزك لما شافك بهالتصريحه؟ بالاول عيط وانقهر كثير لما عرف اني دافعه 300 ليره، بس بعدين بتعرفي شو قال لي؟ قال لي والله يا ناديه مو خساره 300 ليره بهالتصريحه، طالعه فيا بتجنني بتطيري العقل. ايه ايه وبعدين؟ بعدين عزمني على العشاء لبرا. لك ريتو ألف هنا وصحة، مبروك، ولك مبروك من قلبي، يعني انبسطت لك كتير وعلى طول على طول بحبك هيك مفرفحة. جميل وصمك، جميل وصمك، بيت مخطة بيت مخطة، أحلى من أحلى حبة بني، يا سمرة أنت يا سمارة، جميل وصمك. أنا كم مرة قلت لك تبطل هالحكي وقلا بقله للأستاذ جميل؟ هات الصينية.
ليش انت بدك تفوتي له اياها؟ ايه انا بدي فوت له اياها، الاستاذ جميل هيك بده. انا بس بدي اعرف ليش الاستاذ جميل صار بده اياك تفوتي له القهوه؟ شو قصدك درويش؟ اوعك فكرك يروح لبعيد. ها خليه يروح لقريب. قولي لي شو بدي اقول لك؟ السبب يلي خلى الاستاذ جميل يسمح لك تفوتي له انت القهوه من بعد ما كان مصدر قرار رسمي بعدم تفويته القهوه غيري انا. ما بعرف، اساله له. ايه رح اساله. اساله. شبك؟ ليش لساتك واقف؟ ما تروح لشغلك؟ بدي اتاكد. من شو؟ بعدين بتعرفي، روحي فوتي له قهوه وعم تستناكي هوني. احلى فنجان قهوه لاحلى جميل. شكرا. خليني اشربك يا بدياتي يا حبيبي. آنسة أمل يا روح. آنسة أمل يا عيون. آنسة أمل شبيك لبيك أمل بين يديك اطلب واتمنى. ما بدي غير سلامتك، بس يا ريت تتركيني أعرف اشرب فنجان قهوة على رواق ووقع البريد، وبس يجي وسيم منبلش. وإمتى بده يجي الأستاذ وسيم؟ وعدني يجي الساعة 10. يي بقي له ساعة وثلث كتير أستاذ، ليش ما قلت له يجي 8:30 الله يهديك؟ خلص بكره بوحده يجي بكير، بس هلا اتركيني وقع البريد وبعدين بفضلك. معناتها رح ساعدك فيه. الله يرضى عليك يا أمل، ما بدي منك لا مساعدة ولا شيء، يسلموا إيديكي. معناتها رح اقعد هون اشرب فنجان قهوتي واتطلع فيك وانت عم توقعه. امال على مكتبك. بفكر باللي نسيني وبنسى اللي فاكرني. تلللم التوقيع دويش المنزعي. شو قصدك بالغنية ولا؟ الغنية واضحة مثل عين الشمس، ما بدها شرح. اسمعي مني، مالك حدا غيري، لأنه اللي بتطلع لفوق بتجع رقبته وبصير معه ديسك. تلللم. واللي بيتطلع لتحت بيوجع ظهره وبصير معه ديسكين. تلللللل. انت حرة. لا دائم الإحسان. ما قلتي لي الفنجان الثاني شو بدك تعملي فيه؟ هذا إلي وبدي اشربه. وما تشربي جوا مع علاء الدين وشبيك لبيك هاي بين ايديك. درويش كنت عم تتنصت علينا؟ لهدي يا درويش، لا يا عيب الشوم عليك يا قليل الاصل. اعتقيدي انا كنت عم بتنصت عليك ولا شيء، انت كان صوتك عالي وصل لاداني لهون. درويش روح لشغلك احسن لك، احسن ما اقول للاستاذ جميل خليه ينقلك على المستودع. انا بروح بس مش عم بقول لك مالك غير دويش المنجعي. وبفكر باللي نسيني وبنسى اللي فاكرني. تلزلزلزم اخصي. منال يا منال. هيك تعالي لقلك. اسأليها شو صار بالمفتاح. لا ما بدي اسأل، ما بسترجي. ومن شو خايفة؟ لو كماني خايفة اسأليها انت. بسألها شو يعني؟ لك حاجة تتوتت وانت وهي انبسطوا. القفل طلع مصدي والمفتاح ما فتحه. قلك شو تعملي؟ شو؟ انعيب الكاس. مين؟ الاستاذ جميل؟ لا القفل. ايه نفس الشي بايخة. تعالوا لا تجي وكذوب علي. يبعت لك قتلك انت التانية. هلا وقت تحكيني. سلامتك يا ام محمود، سلامتك. الله يسلمك. انه ما حكيتي لي شلون صار الحادث؟ اتفركشت وقعت بالمطبخ. الله ستر ولطف، منيح اللي انفدت برجلك. يعني مو عاجبتك اجري؟ لا لك ما هذا قصدي، قصدي يعني منيح لا سمح الله ما وقعتي على راسك، كانت انقرفت رقبتك. تصوروا انت ماشي مقروفه رقبتك، شلون بدك تمشي قدام الناس؟ كنتي صرتي مسخره. عم تفاولي علي كمان؟ لا يا ام محمود لا تفهميني غلط، انا ما عم فاول عليكي، انا عم اشكر الله اللي نجاكي بهالوقعه. ورجلي اللي انكسرت. بتتجبر، اشتغلي شغلة وقت، كلها شهرين ثلاثة أربعة بتصيري بتنطي عليها مثل القردة وأحسن. شفتي؟ شفتي يا أم تحسين؟ شفتي؟
شفتي على المصيبة اللي صارت لي؟ شهر ثلاثة بدي أقعد أنا بالبيت، لا طلع لا فوت. مين بده يجيب لي كاسة مي؟ مين بده يعكتني لهداك الصوب؟ لا تحكي لهم أم محمود، أنا من هالناحية كل ما صار عندي وقت بنزل بطلع عليكي وبشوف شو لازمك. كتر خيرك، بدي أعذبك. لا عذاب ولا شو اسمه، هذا واجبنا. الله يكبر واجبك. إنه عجبك على هالفصل البايخ اللي عمله فيه الأستاذ جميل؟ شو عمل معك؟ رحت لعنده مثل ما قلتي لي، قام رفض يديني. بجوز ما معه، بجوز ها، مو أكيد. شلون ما معه؟ ما أنت قلتي لي إنه ربحان شي 3 ملايين باليانصي؟ صحيح أنا قلت لك، بس الظاهر طلعت أنا غلطانة، مو جميل ناي اللي ربح الجائزة الكبرى، طلع جميل هداك شي تصايح الثاني، مو ساكن بصايحنا. إيه سمعت هيك شي، وسمعت إنه ساكن قريب منا، بس ما فهمتي لي بأني بناي ساكن؟ لا عرفت ولا بدي اعرف، الموضوع من اصله ما بيهمني، شو بدنا نشحد وشحاده نحن، ربنا سبحانه وتعالى يرزق من يشاء يا اختي. اسفه ام تحسين ما بقدر اقوم ساوي لك فنجان قهوه لانه رجلي مكسوره ما بقدر امشي عليها انا. خليكي مرتاحه انا بقوم بعمل قهوه. لا ام تحسين عدي ما بدي اعذبك انا. لا ما في عذاب منوم بدي اياه بساويها. ما بدي هالغلبه، عدي ام تحسين. لك لا غلبه ولا شيء، هلا فنجان القهوه حيتعبوني. قايمه ساوي لك انا فنجان قهوه، لا خليني اقوم. لا خليكي مرتاحه بدي اقوم. صلاه محمد ما بتقومي بقى ام تحسين، شو قصتك انت؟ لك شو انا غريبه؟ لك مو قصه غريبه وما غريبه وقريبه وما قريبه. لك شو القصه؟ ما عندي بن. يا لطيف يا هنا، وسمعتي منها وهي عم تحلف وتقول انها متاكده من الخبر. بصراحة مرت لحظات صدقت أكثر ما صدقتك. كله من أم محمود، مو بس طلعت علينا الإشاعة لا ونشرتها وما خليت حدا ما بتعرفه وبتعرفه إلا وقالت له خدي على تلفونات وناس رايحة وناس جاية وعلى طلبات. الله يسامحها على الحبلة، لا شفت لي ريقي. بس لا تواخذيني بهالكلمة، ما في دخان بلا نار. نعم؟ هلا بعد كل اللي حلفت لك إياه بتقولي لي نار ودخان، شو بيك؟ لك عم أمزح معك مصدقتي، بس بيني وبيني لازم تحدي علاقتك من هي أم محمود ولا تعطيها وش. وإذا بتقطعي علاقتك فيها بيكون أحسن، لأن هاي مرة ما لها سهلة، ما بيجي من وراها غير وجع الراس. الله جازاها على عملتها. ماتت؟ لا كسرت رجلها، اللهم لا شماتت. خرج الله لا يقيمها. بس هنا ما قلتي لي ليش أم محمود طالت عليكم هيك إشاعة وما طالت على الجيران غيركم؟ إي مزبوط، أنت بتعرفي شيء؟ لو بعرف ما سألتك. صرنا تنتين بدنا جد العباس. يا سلام وهي شب أشوش. وقفي. ورجيني؟ ايه عم تغشي بالبنت ام محمود؟ ايه انت حسين هاي بنت؟ ايه والله ما لها شوارب، فكرتها شب، يلا ما صار شيء برجعها. ام محمود صار لك زمان عم تغشي بالبنات؟ لا ما صار لي زمان، بس مو مكسوره اجري انا ام تحسين، ما عطصيت الشب من البنت. وشو دخل رجلك بعينك؟ ام تحسين بني ادم شعف ونتاف، وكل شقفه موصوله بالثانيه، ما بتعرفي هالشيء ام تحسين؟ بعرف لك انا ما بعرف. يلا كملي لعب. ما بدي بطلت العب. مسحوب مغلوبها. يا ستي مغلوبة، أصلاً صار وقت بدي أطلع أطبخ. شو بدك تطبخي؟ طمني ببعث لك صحن. صحن شو؟ من هاللي بدي أطبخه؟ شو بدك تطبخي؟ لسه ما قررت، لشوف أبو تحسين شو بده يجيب لي خضرة بطبخ. قومي شوفي مين أم تحسين هوا. أمي أمي أمجد أبيض وقع الصوبة، صار الشحوار مال البيت، صار مثل الثلج الأسود نازل. وفرحانة كثير، أمشي وراي لشوف. لك شوفي شوفي، لك وين رحتي ام تحسين؟ يا ريتني شارطه كنت كسبت، بس شو بيعرفني بدها تنسحي؟ يلا خيرها بغيرك. لعبك ابو محمود بس ما بتغش. بكره الساعة 10 منيح، تكرم عينك، مع السلامة. أهلين أستاذ وسيم. صباح الخير أنسة أمل. صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين، وينك لهلا يا أستاذ؟ تأخرت. تأخرت على شو؟ لك مو قايل له للأستاذ جميل إنك بدك تجي اليوم الساعة 10؟ مظبوط. ايه هاي الساعة 10؟ لا انت السادة 10 و10 ثواني. تكرم عيونك، الموعد الجاي بيجي على البيج بين. شو جايب لنا اليوم؟ هلا بتقري وتشوفي، في عنده حدا؟ لا ما في، تفضل. فايت لجوا اشرح له طبيعة المشهد وبرجع لعندك، باخذك مروح على المكير مشان يعمل لك مكياج المشهد الثاني. اهلين وسيم بيك. شلونك اليوم؟ الحمد لله. ايه سيدي، احكي لي نشوف. ان شاء الله التمرين الاول جاب نتيجه. لاوي تشد ايدك. المهم عطى. هات نشوف، احكي لي شو عملت ومين غزل. اول شيء طحشت على بنت جارتنا وانا عم درسها رياضيات. عظيم كثير. وثاني شيء حكيت مع مها رفيقتها لهنا على التليفون. رائع. وغزلتها؟ لا ما غزلتها. ليش يا اخي؟ ما كان في مجال.
لك يا حبيبي يا جميل، انت لازم تخلق المجال. استحيت معناته على الحاله ما استفدنا شيء، ضليت عده الحياه عندك. بدك ياني طيب يعني من اول جلسه؟ معك حق، بركي ان شاء الله هالجلسه هي تكون اكثر فائده. ان شاء الله. شو جايب لنا معاه؟ خود اشوف. احفظي هالمشهد، بدك تحفظه عن ظهر قلبها، لبين انا ما اخذ امل لعند المكير، حدي لك اياها شوي وجيبها. لا تاخروا، عندي اجتماع بالوزاره. شغلتنا نص ساعه، لبين ما تكون حفظت المشهد بنكون رجعنا. ماشي. باي. الله معك. انا من يوم ما تعرفت عليك انقلبت حياتي. حاسس كاني ولدت من جديد. انت الانسانه اللي بحلم اني اتعرف عليها. انت اجمل انسانه انت اجمل انسانه شافت عيوني. وردي. عفوا، انسه وردي. انسه وردي. شو اسم العريس اللي متقدم لك؟ ما دخلك باسمه؟ لا يعني انا عم اقول لحالي طالما ابوك رجال كبير بالعمر واصحابه قلال فاكيد يعني رح يطول لحتى يسال عن العريس ويجيب لك قراره. فانت اعطيني اسم العريس وعنوانه وشو بيشتغل وخلال 24 ساعه بكون جايب لك معلومات كافيه ووافيه عنه. شنو العرسان بهالايام لما بيطولوا اهل العروس بالرد عليهم بالخبر بيزهقوا بملوا ويمكن يبطلوا عن الخطبه. وطالما عم تقولي انه العريس حلو وصغير وامور وغني فحرام تطولوا عليه بالرد مشان ما يبطل. لا ما رح يبطل، الشاب معجب فيني كتير وقاتل حاله علي. طيب خلوني ساعدكم. طيب زيادة الخير خير. لا استاذ سالم انت خليك مرتاح، ما بدنا نعذبك معنا. ولو انسي وردي، عذابك راحة. لك شو راحة؟ وراحة درعاوية كمان وبسكوتي. روح شوف شغلك، حاجة تضايقني. يعني ما بدك تقولي لي اسمه؟ ما رح تقولي اسمه؟ لا ما رح اقول اسمه، ما رح اقول اسمه. ماشي الحال، معناتها الشغلة فيها هيك يعني. واحد اثنين ثلاثة أربعة زي 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 يلا اطلع. وردي. لا تتصوري يا مدام قديش فرحت له للأستاذ جميل لأنه ربح الجائزة، كأني ربحتها أنا تمام. ايه بس يا استاذ نعيم، جميل كان لازم من زمان يربح الجائزة لأنه اسمه جميل وعيونه جميلة وحلوة وأخازة وجذابة، بتجذبها لورقة اليانصيب الربحاني وبتميزها من بين 100,000,000,000 ورقة خسراني. ايه بس استاذ نعيم انت فهمان غلط، جميل ما ربح باليانصيب. معك حق، أنا غلطان، جميل ما لازم يربح باليانصيب ابدا. جميل ربحان اساسا جائزه اكبر من جائزه اليانصيب بكتير، ربحان جوهره ثمينه نفيسه لا تقدر بثمن، جوهره لطيفه ورقيقه، ربحان اللطف والهنا. يا هنا يا قصدي يا مدام هنا. مرسي، هذا من لطفك. ايه شو صار فيها عند المدير؟ صار ربع ساعه. شو صار فيكي لهلا؟ انت هون؟ شو جابك لهون؟ كنت عم بارك لمدام هنا بالجوهرة اللي ربحها جوزها. أي جوهرة؟ جوزك ربح جوهرة؟ لا هي إشاعة، أكيد إشاعة من إشاعات أم محمود، ما أنت بتعرفي. يا لطيف هالمرة شو بتطالع إشاعات؟ مو معقولة. مو معقولة مو؟ أنا من يوم ما تعرفت عليكي انقلبت حياتي. حاسس كأني ولدت من جديد. أنت الإنسانة اللي بحلم إني أتعرف عليها. أنت أجمل إنسانة شافت عيوني. أو ممكن تشوف عيون إنسان على وش الأرض. أنا ما عم نام الليل وأنا عم فكر فيك. صورتك ما عم تفارق خيالي. بشوفك بيقصتي وبمنامي. هاتي إيدك. هاتي إيدك وحطيها على قلبي. وشوفي شلون عم تزيد دقاته لما بتطلع فيك. استو لك يا جميل، حتجنني أنت. خير شو في؟ عم تقلي هاتي إيدك، امسك الضرابة تبعها حطها على قلبك. ضروري؟ طبعاً ضروري، مشان يكون المشهد معبر أكثر يا أخي. والرقابة؟ لك شو بدك بالرقابة انت؟ بخاف يحسفوها. حلوة ما بيحسفوها. اي بلا، هلا عم نعمل بروفة، بكرة على التصوير بساوي لك اياها. خلص ما بصير، بدك تمسك اياها البروفة مثل التصوير. اي مرقة. شلون يمرقها يعني؟ عم يقول لك البروفا مثل التصوير. صحيح الاستاذ وسيم ماله مخرج، بس بيفهم اكثر من كثير مخرجين. شفت؟ شفت الممثلين الموهوبين كيف بيطيعوا اوامر المخرج تبعهم؟ ميرسي كثير استاذ. يلا اعطوني من الاول اشوف. من الاول؟ من الاول. شو هي؟
هاي الورقة بتملي إياها وبدك تقول حوارك بدون ما تطلع على الورقة. يلا أبدو لشوف. 5 4 3 2 لك وين حطيتها أبو محمود؟ ما شفتني ما اتصلتني؟ رح يسحل عقلي. حط عقلي بكفي وين حطيتها؟ المقوصة اللي على أنتو الحصل اللي إلي ما فرحت بالملايين نسنا. لو بدي أخرب البيت فوقاني تحتاني بدي لاقيها. وين حطيتها؟ ما تكون هون عملني مبارح وقت نزعك. وينها؟ المقوصة وينها؟ تعاي يبعت لك فالي. شو جابك لهون تاع حبيبتي؟ تعاي لقيتك مع الحلال ما بدي لقيتها. محمود لا تبعت لي من خرفك كام مصاري كدسهم فوق بعضهم. لقل لك ماشي لمين طالع بخيل ما كنت افهم. وين بدي خبيها؟ صح الا شي يد غريبة تسرقها كمان لازم خبيها. وين بس يا ربي وين؟ لقيت الحل. لا تلحقوني. تعي حبيبتي تعي. ها ويني هون حاطط. تعي لا بتضيع ولا حدا بيسرقها. ما بكفي ايش حاجة. يلا نضبي لك. لا تنام بين القبور ولا تشوف منامك وحشة. ها لك ايه تعي. شلون شفت لي الوضع؟ احسن من الاول بكثير. واذا بتضل على هالتقدم هاد بجلسه جلستين ثلاثه بتنفك الرقبه اصبح قصدي العقده تبعك. الله يسمع منك. بلكي بقى بينفجر صمام الامان اللي عند مرتي وتصير تغار علي. راح ينفجر بس خطوه خطوه. ماشي انا بدي امشي. بدك شيء يوصلك لشيء ابني؟ زدني بالتلفزيون بطريقك. تفضل بس مو تطلع لي فيها. هذه سي امان أنا رايح على الوزارة وبجوز ما أرجع. الله معك أستاذ. إذا حدا سأل عني بتقولي له يجي بكرة. على عيني يا حبة عيني. أنت شو صاير لك أنت؟ غصب عني أستاذ، حاسة التمثيل عم يجري بدمي، عم يكرش كرش ما عم بقدر وقفه. شوفي، لازم تضبطي نفسك خارج أوقات البروفات. حاضر أستاذ، قلت له للأستاذ وسيم ما يتأخر بكرة؟ قلت له جاي الساعة 9. أستاذ، 9 يعني 9 مو 99 ثواني. حاضر يا نجوم. خاطرك، هوا. أختي شو بدي؟ أنت شو بدك؟ أنا بدي الآن شي أمل السكرتيرة. السكرتيرة تبعكم اسمها أمل؟ حلوة كتير. أكيد أكيد اسم على مسمى ما هي؟ من جهة حلوة ترى حلوة، يعني بدك تقولي أحلى من القلب شوي. ارد بعينك قليل الأدب ما عندك نظر. وأنت شو اللي حمايك بتقابخ شي؟ لا بس عيب عليك تقول هيك. حكي على سكرتيرة مديرك ما هيك؟ ما حد سمع الكلام غيرك. بس أنا سمعت كمان إنك بتحبها وراكد وراها وبدك تتجوزها، وأكيد أكيد لو ما كانت حلوة كتير ما كنت تجوزتها. ولا أنا غلطانة؟ وإنت شو عرفي؟ العصفورة قالت لي. وشو قالت لك كمان؟
قالت لي انك كنت عم بتغازلها وقدمت لها القهوه وقلت لها احلى بن لاحلى حبه بن يا سمره انت يا سماره صح؟ صح هالكلام، بس انا قلت لها هالحكي مو من قلبي. لكان من كرشك؟ ولا من كرشي، انا عم بتضحك عليها بكلمتين مشان حط ايدي على البيت وكم قطعه الصيغه اللي عندها. برافو عليك، بتعرف انك ذكي ونبيه وبتحسبها مزبوط؟ صحيح انا اسمي دويس الحنون المنزعي، بس عند القنب القنا انا اسمي دويس النمر. وبعرف كثير. بتعرف انك عجبتني؟ بتقبل تتزوجيني؟ بقبل. بس انا متزوج على كل مو مشكله، بطلع لك اياهم كرمال عيوني. يا حرام، ما طلع حدا من نسوانك مشاني، شو ذنبهم اذا انا حبيتك واعجبت فيك؟ حبيتيني واعجبتي فيني؟ من اول نظره. من اول نظره؟ ومستعده اتجوزك على دره. على دره؟ واعطيك كل صيغتي، انا عندي كيلو ذهب. كيلو ذهب؟ وين رايح؟ رايح اجيب المعجون مشهور. طول بالك، ليش مستعجل؟ شو رجعتي بكلامي؟ لا ما رجعت، بس مو لازم بالاول نتعرف على بعض اكثر؟ نتعرف ونتعرف بعد العرس. لا ما بصير، لازم نتعرف على بعض قبل العرس مشان نتفق. نتفق نتفق وبتناسبيني اسمع. اليوم المساء الساعة 4 بلاقيك بجنينة السبكي جنب البطة. يا بطة انت يا بطة. ومنتفق على كل شيء. طب الحبيب الشبيب ماشي الحال موافق. بس اللي عندك طلب. لك انت ما بتطلبي، انت بتأمري امر. كرمي كرمي. يا عيوني انت يا عيوني. طب الحبيب الشبيب. بدي اياك تلبس بنطلون اخضر وقميص اصفر وجاكيت احمر وكندره بيضا. شو؟ شو بدك ترسميني؟ لوحه؟ لا حبيبي دخيلك انا شو دمك خفيف. يا عيوني انت يا عيوني. وعك تتاخر عم بستناك. يا خراشي يا خراشي. هوب هوب. يبعت لك حما يبعت لك حما يا منجعي. عم تضحك علي؟ انا امل جمال، اذا ما بخليك تتكهرب كل ما تضوي ما بكون انا امل. ها انا جزاتي. لا والله ما بصير الا وصلك يا اهل جوا. بكفي لهون. لا ولو انت اخي الكبير تاج راسي. شرف شرف حبيبي يا نور العين. تعبت مو هيك؟ لا ما تعبت، مين قالك انه تعبت؟ سليم شو الله جابرك انك تحملي شنطتي؟ محبة، ليش ما قلت لك انه بحبها؟ عجيب. طالع حبيبي خد هالدب العاب فيه قد ما بدك، لانه المقوص ما عاد بده ينام معي. سليم شو القصة؟ اي قصة؟ لا تكون عم بتوجبني مشان ما اقول لاهلك انك اخذت 7 بفحص الاملاء. وشو عرفها؟ رفقاتك قالوا لي. يبليني بحمى، تبكت بالفحص ما عرفت اكتب كثير. اصبح ظني طلع بمحله. عم اقول من وين اجتك هالقوة والكرم دفع وحده؟ طيب حبيبي، مو انا اخوك الصغير وبتحبني كثير؟ لا تقول لاهلك. حتى اذا انا ما قلت لهم، بكره بدك تجيب ورقة الفحص وبده يوقع لك اياها ابوك، وبده يشوف السبعة. الآنسة مطولة لتوزع لنا أوراق الفحص، خلينا اليوم نقول لأهلك إنه أخذت 10، وبكرة بقول لهم إنه طلع عندي غلطة ما كنت منتبه لها باخذ 9، واللي بعده بطلع بفنة جديدة، هل صاروا غلطتين باخذ 8، واللي بعده بخترع لهم قصة جديدة، هي صاروا 3 غلطات، صاروا 7، أنت شو رأيك؟ شايف هون المخ؟ شو بتستفيد؟ قول لهم إنك أخذت 7 من الأول وارتاح. لا بخانقني البابا اذا قلت لهم الخبر بالتدريج بتخفورته وما بيقتلني. هيك هيك رح يقتلك، وبجوز يقتلك بدال القتله قتلتين. وليش بقى القتلتين؟ اول قتله مشان السبعه وثاني قتله مشان الكذب. انا قبلان انتقل لهم انه اخذت 10 وما عليك. انا ما بكذب، لا بقول لهم انك اخذت 7 ولا بقول لهم انك اخذت 10، قول لهم اللي بدك اياه. اصلا انا هاد اللي بدي اياه. تعال حبيبي تعال. حبيبي يا نور العين يا ساكن مح خيالي مح. ايه جي خطيتها هلا بدي اقومها ورجلها مكسوره. يا ريتني اخذت المفتاح منها.
أهلين أم تحسين، شو جايبة معك؟ هذا صحن من الغدا اللي طبخته. فوتي أهلين بالحامل والمحمول، فوتي بتحسي. فوتي حبيبتي، حنونة أنت. لقيني أم تحسين أخ. على مهلك أم محمود، على مهلك، لا تستعجلي شوي شوي. أم تحسين عم تنوز نايس. معناتها أبو تحسين متوصي كثير باللحمة. ما جاب لحمة اليوم؟ يلا فراريش أطيع. نحن ما بنحب الفراريش. لكن شو طبختي؟ هلا بس تغدي بتعرفي. وين رايحة؟ تعالي. رايحة أحط الصحن بالمطبخ. هاتي هلا باكلهم أنا، تعالي. هلا بس تجوعي بتاكلي رح أحطه بالمطبخ. لك جوعانة أنا لأني فطرت بكير اليوم. هاتي. مصرة يعني؟ هاتي الترابيزة لإلك، تعالي. هاتي قربيهم. صحتين وهنا. على قلبك. يلا بخاطرك. شو هاد أم تحسين؟ تعالي هون. شو ها؟ شوفي. مجدرة. إيه مجدرة. عاملت لك إياها بزيت الزيتون، جايبتهم من عفرين خصوصي إلك. طيبة بتاخد العقل. حدا بيجيب لمريض مجدرة؟ ايش بها المجدرة؟ انسحكوا عليها بالراديو وقالوا انها مغذية ونافعة. وما سمعتي شو قالوا عن اللحمة والفراريج؟ ما حكوا شي غير عن المجدرة. كتر خيرك، شو اللي عندك انا؟ ام محمود تقبرني، لا تعتبي علي، انت بتعرفي بير وغطا، ابو تحسين طلع تقاعد ولهلا معاشه ما طلع، يعني بالحالة مو بحبحة. لا بدي اعرف البير ولا بدي اعرف غطاء. هذا انت؟ خاطرك ام محمود ببقى بنزل لعندك المساء. ناس ما بتستحي تقتل قتيل بتكش بجنازته. قتيل؟ مين يقتله؟ ام محمود مين اللي قتل قتيل؟ قتيل وين قتيل؟ مين قتيل؟ انا شو بعرفني هيك ام تحسين؟ قالت لي شو قصدها؟ انا ما قلت لها شيء. لا مش شلون ما قلت لها شيء؟ فتحت لي الباب وبوزها شبرين وقالت لي مثل قتيل بنمشي بجنازته، هزت لي الكافه ومشيت. هلا يعني انا اذا جايبت لك الفواكه والدواء مو معناتها انه انا المسؤوله او جاي كفر عن ذنبي؟ ايوه انا ينقطع لساني اذا فتحت انا تمي بكلمه. هي سالتني وكثرت غلبه شبعي، قلت لها تفركشت بالمطبخ ووقعت، هذا اللي قلت لها يا انا. ما مشكله، شلون رجلي؟ اخ يا انا، اخ يا انا، اصابيعي ليكي ليكي شلون دائرين، ما عم يتحرك وما عم بقدر اتحركوا. شوفي من هون لهنيك ما عم اقدر امشي، ومن هنيك لهون ما عم اقدر امشي، نفس الشيء اتجاه معاكس. ما مشكله ما مشكله حبيبتي، انا شايفت لك الدواء اللي كتب لك عليه الدكتور، اذا اخذتي منه عباية وحده بتب وجعك. تقبري قلبي يا هنا يا حنونه انت. ويلا فرصه ام محمود ترتاحي ببيتك شوي. لا انا لا، اذبحيني ولا تقلي لي لا تطلعي من بيتك، ما بقدر، بدي اروح لعند الجيران اطمن عليهم عن اكبارهم، شو طابخين ومو طابخين شو. لا طمني حبيبتي طمني، الجيران كلهم بخير، خليكي انت مرتاحه. بس تغديتي هنا؟ يا شلون بدي اتغدى هلا جيت من الوظيفه. انا بوشك على المطبخ، جيبي معلقه وتعالي كلي لك لقمه مجدره كثير طيبه، قال عاملتها بالزيت البلدي من عفرين جايبتهم الزيتات. صحتين وهنا. هلا انا بروح بتغدى مع اولادي. ليش شو طابخه؟ ما طبخت شي، بس عندي كيلو كباب بدي مدهم بالصينية وحطهم بالفرن مشان غدي الأولاد. كباب؟ يعني حتعملي لحمة بالصحن؟ ايه ها هي أكلة مو مجدرة حتى لو زيتاتها كانوا من عفرين. ايه تكرم عينك، هلا بس تستوي الصينية ببعث لك شقفة منهم، خليني هلا أروح مشان مدها. سلامتك هنا، بس لا تقطعيني، شقي علي كل شوي وشوي. ايه تكرم عينك أم محمود، ليكي إذا مليتي تسلي بالفواكه ماشي؟ تسلموا ايديكي هنا، ليش عذبتي حالك حبيبتي؟ وايديكي حبيبتي لا تعملوا لا شيء بخاطرك. مع السلامة يا حنونة انتي. خرب بيت هالام تحسين، شو غبية وشو سئيلة، ولك حدا بيجيب مجدرة لمريض؟ اتبعت غير أكلة. يلا الله رزقني بلحمة بالصحن، هي أكلة مو مجدرة. يلا لهم كبوا. لا ليش لكبوا؟ خليهم بيلزموا، خليهم لبعد بكرة، بركي ما حدا جاب لي شيء بيلزموا. قلت لك الحرمي لا تتعاطي معهم. معلي حبيبي بتضل جارتنا حرام. تحمليها لكان. يلا يعيني. شو هالقيلة؟ قد ايه اخذ فحص الاملاك؟ 10. المعلمة قالت لك ولا انت عم تخمن؟ لا ما بدي مين يقول لي، انا بعرف شو كاتب كلهم صح، بس يمكن. يمكن شو؟ يمكن نسياني شي شدة باخذ 9.5، بس المعلمة بتقلنا 9.5 مثل 10. نسيان شدة واحدة ولا كذا شدة؟ بعرفك على طول بتاكل السكون والشدات انت. لا شدة واحدة بجوز ولا شدة. اسمع ما في شدة الا وبتزول، إذا بيطلع الحكي مو مزبوط، شدك من إذنك شدة خالع لك إياها، فهمت؟ شبك استلمت الولد، خليه يعرف ياكل بعدين اسأله.
كل مرق اليوم. شو قلت؟ قلت الأكل طيب كتير كتير. يسلم إيديكي موح. هاي أكلة تتاكل من جزرتها أم تحصيل شو عينك سيدة. ممكن نفس طيب هالدرساني هالهنا تقبشيني شو حنونة يا هنا.